اختي العزيزة اشنو تيبان لك في الراجل الذي تخلص وعطى المرطو هي تتكلف كلش؟ بالنسبة لي الراجل بالنسبة لي هو اللي خصو يصير على حسب المجهود ديالو على حسب الطاقة اللي عنده ويدير اون كونسيديراسيون المصاريف ديال الزوجة والمصاريف ديال الوليدات، يعني غيدير واحد توازن في نيفو ديال الكونسوماسيون ديالو في المصروف ديالو الشهري، فهمتيني؟ اما الا عطى المرأة المصروف ديالها في الشهر تقدر اذا كانت المرأة ما يعني ما تقدرش تصير مزيان ولا شي حاجة يعني ما تقدرش توازن بين المصاريف الشهرية ويبقاو اون بان في لا فان دو موا، فهمتيني؟ يعني هو يدير واحد ليكيليبر يصرف ويدير اون كونسيديراسيون الكونسوماسيون ديالو الشهرية والمصاريف ديال الوليدات وديال المدام ويشيط راسو حتى هو باش يصرف. باش يصرف حيت كاين الراجل دابا اللي تيبغي مرته هي تعطيه قهوة باش تقهوى. ايوا صافي راه مابقاش هو منظر هي اللي ولات منظر. يعني ما خص الراجل اللي يعطي لمرته الماندا خصو يعطيها المصروف اللي كيكفيها باش هي ما توقفش في النهار ولا في الشهر شوف هو ويدير معاها بلانين زعما ها اللي غتصرفي وها اللي ديري وها اللي غديري وها هو المصروف ديال الدراري ديال المدرسه ديال الماكله ديال الشراب ديال الحويجات يديروها واحد لو بلون باش كيمشيو مقادين وتا بالنسبه لي باغ نخليو فلوس باش يديروا لي باغ ديالهم.